الحمد لله رب الأرض والسماء الوهاب الوهاب للنعماء والسراء الذي يكشف البلوى والضراء. أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على نعمه التي لا يحصيها غيره مما نعلم ومما لا نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المعبود بحق، الذي له الحمد في الأولى والأخرى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله بالشريعة الغراء والحنيفية السمحاء رحمةً للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المصلُّون، أيها المؤمنون، أهنِّئ نفسي وأهنِّئكم جميعًا بما أعاده الله عز وجل على المسلمين، وبما تفضَّل به من رفع البلواء ودفع الشِّدَّة، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فهو أهل الحمد، وهو الذي يُستغاث به، لا إله غيره. فنُهنِّئكم بعودة الصلوات جماعةً في المساجد، ومن عُذِر فيما مضى فأجرُه موصولٌ على الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى خلق هذه الدار وابتلى فيها بالخير والشر، ليعلم الله عز وجل من يشكره، وليعلم الله من يصبر، كما قال تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وربنا جل وعلا لا يقضي قضاء شرًّا محضًا، وإنما قضاؤه وقدره فيه الحكم وفيه الرحمة، والمعاملة بين ربنا تبارك وتعالى وبين خلقه كتبها على نفسه بالرحمة، فقال تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وفي أول سورة قال تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، أعظم سورة أنزلها الله في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، لم ينزل الله مثلها، يقول تبارك وتعالى فيها: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بعد أن ذكر ربوبيته للعالمين، بيَّن بأن علاقة ربنا وأن تعامل ربنا مع خلقه هي الرحمة، فالرحمة هي التي كتبها على نفسه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل كتب كتابًا عنده فهو مكتوبٌ على العرش فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وما يبتلي الله تبارك وتعالى الخلق به مما يكرهون، إذا صبروا فلهم الأجر. ونحمد الله تبارك وتعالى أنه لا يدوم شر، وأن الله رفع هذا البلاء وهو في الحسار، فادعوا الله تبارك وتعالى في كل مكان بأن يرفعه عن الأمة، وأن يرفع الله هذه الغمة. وهذا يذكرنا بما كنا فيه قبل هذه الشدة من النعم
ومن الأمن ومن يسر الانتقال ومن الجماعات في المساجد. وربنا تبارك وتعالى قادر على كل شيء، فهو في انحسار ولله الحمد. فنهنيكم بعودتكم إلى بيوت الله، فإنها هي التي يرفع الله منها الدعاء ويرفع الدعاء منها للمخلصين، ويرفعه من في أي مكان يدعو المسلم فيه ربه. والمسلمون دعاؤهم لله عز وجل في الرخاء وفي الشدة، كما قال تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن تعرف إلى الله كما في الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ونعلم أن هذه الشدة وهذا الوباء ونزول الوباء قد تاب الله فيه على المسلمين. لا نعلم أحداً، وأنتم كذلك لا نعلم أحداً من المسلمين إلا وتاب إلى الله تبارك وتعالى مما بينه وبين الله ومما عمل. والإنسان ليس بمعصوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالتوبة ولله الحمد واقعة، وقد قبلها الله تبارك وتعالى من كل مسلم. ففي هذه الشدة وفي هذه الجائحة قد تاب كل مسلم ولله الحمد. فإياك أيها المسلم أن تنكث هذه التوبة، فهذا من رحمة الله. التوبة من رحمة الله بالعباد، والله قد فتح بابها، كما قال تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. والله تبارك وتعالى قد تاب على الأنبياء، وهم الخلص من البشر، فقال تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وقال تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ويقول تبارك وتعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فالتوبة أعظم باب يدخل بها المسلم على الله، وقد تحققت في هذه الجائحة وتحققت بعد نزولها. وربنا تبارك وتعالى ليس له حاجة في عذاب العباد، لا يحتاج إلى أن يعذبهم تبارك وتعالى، فهو غني عنهم وعن أعمالهم، ولا يظلم مثقال ذرة، ولكنه تبارك وتعالى يستعتب الناس، يستعتب العباد ليعتبوه ويستتيبهم ليتوبوا إليه. فربنا تبارك وتعالى غني عن العالمين، فمن وفقه الله لهذه التوبة فليثبت عليها. وربنا تبارك وتعالى من رحمته أن فتح باب التوبة. عمل الله وتعامله مع عباده هو بالرحمة، ولذلك شرع الطاعات لتكون سببا لرحمة الله عز وجل. وكذلك من الله تبارك وتعالى بالشفاعة
في الآخرة من الله بها على سيد البشر بالشفاعة العظمى، يشفع لأهل الموقف ليفصل الله بينهم في القضاء، ويشفع لأهل الجنة جميعاً ليدخلوها، ويشفع الأنبياء، ويشفع الصالحون والعلماء والشهداء، يشفعون حتى إن ربنا تبارك وتعالى من رحمته يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ومن أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال درهم، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى لخلقه. فاذكروا رحمة الله عليكم أيها المسلمون، وأذكروا ما أنتم فيه من النعم، أدفعوا البلاء، فإن البلاء لا يدفع إلا بالدعاء. وكذلك اجتنبوا أسباب الهلاك، ومن أسباب الهلاك هو المعاصي والذنوب. والطاعات لم يشق بها أحد، لم يشق بطاعة الله أحد، ولم يسعد بطاعة الله أحد، بل الدنيا وسعادتها وبهجتها ومتاعها هو متاعها الحسن هو بطاعة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن الأمة، وأن يحفظ بلادنا من هذا الوباء وبلاد المسلمين، وأن يرفعه عن العباد، أن يرفعه عن عباده، فإنه على كل شيء قدير، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، وأن يدفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن، وأن يحفظ جنودنا المرابطين، وأن يحفظ العاملين، وأن يوفق منسوبي الصحة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعينه على كل خير، وأن يوفق ولي عهده لما يحب ويرضى، وأن يعينه على كل خير. وفي هذه الشدة أثبتت المملكة العربية السعودية، أثبتت أنها أدارت هذه المحنة بكفاءة ولله الحمد، حتى فاقت الدول الكبرى في إدارتها لهذه المحنة، وهذا بتوفيق الله، ثم بما في هذه البلاد من الخير، وبما فيها من الإسلام، وبما جعل الله في قلوب ولاتها من الرحمة والعطف على المسلمين، وبما أفاء الله عليها من الخيرات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم أمننا، وأن يديم إيماننا، وأن يوفق كل المواطنين والمقيمين والمسلمين لما يحب ويرضى. وهذا ولله الحمد، هذا ولله الحمد في كل حادثة وفي كل نازلة عبرة لمن اعتبر. فعلينا بالاعتبار، وعلينا بالرجوع والشكر إلى الله تبارك وتعالى، ثم إننا نذكر أنفسنا ونذكركم بالالتزام بالإرشادات الصحية التي صدرت عن وزارة الصحة. فالتوكل على الله عز وجل والعمل بالأسباب مأمور به شرعا، فمن توكل على الأسباب فقد أشرك بالله، ومن ترك الأسباب التي أمر الله تبارك وتعالى فإنه قد خالف الشرع. فيا عباد الله، نهنيكم ونهني أنفسنا والمسلمين بالاجتماع على الصلوات وبتآلف القلوب
ونوصيكم أنفسنا بالدعاء أن يرفع الله هذه الغمة وأن يصلح جميع الأحوال التي هو قادر والتي هو سبحانه وتعالى لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلماء هذه البلاد لما فيه الخير والصلاح والسداد، ولما فيه القوة للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وشر الأشرار وكيد الفجار، إنه على كل شيء قدير، وأن يحفظها دائما للإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.